سعد اسامه قبل شوي قاعد تسولف هناك انت ويا الحبشي. ايه من اللي مضايقك؟ انا شايف انت سعد قاعد اشوفه يتكلم بمشاعر احس انه بيطلع مقطع. لا انا ما لا لا ماني مضايق بالعكس الموضوع ذا والله مره مهم. طيب قبل لا تقول موضوعك ابيك بعد الموضوع تسمعني شيء بصوت من جيت من بيتنا وانا ابي اسمع صوتك بس يلا من عيوني الثنتين ابي شيء يبهرني بس ابي شيء يخليني اقول واو ابشر بس خلاص ابشر والله بس سعد حبيب قلبي لبيه شهادتي فيك مجروح يا عيون هذا رقم واحد ترى على فكره يعني الموضوع بالنسبه لي يعني عادي عشوائي فماني قاعد امشي بالترتيب فهمتوا لا حد يفهمني غلط تحسبوني طمرت احد لا لا والله في قلبي لب قلبك يا اخي ريلتي اسلم اصيل سعد حبيب قلبي انت تعرف ايش تعني الاصيل الشهراني يا حبيبي اي عارف عارف لو انك ما انت بغالي ما خليت عندك الجاكيت حقي يوم ابها الانسان بس اللي وياه ضحكنا انا وياه بس قبل سعد في ابها كان اول لقاء بيني وبينه يعني وجه لوجه فصدق يعني انا بقولها بكل جرأة اول يوم كنت اشوف سنابك سناباتك انا من انا ترى اتابعك من اول ما طلعت من البرنامج يا حبيبي وانا من جمهورك يا بعد عيني وافتخر تمام واشكر الله على الفرصه او الشيء اللي وهبني الله اني اقابلك او اتواجه معك الله يسعدك يا رب كنت اول اتابع سناباتك كنت اقول الانسان ذا في يمكن شوفه نفس انا او في تكبر والله صدق يا ساتر صدق معنى اللي يقولك اللي اذا ما تعرف الانسان اللي قدامك اللي ما يعرفك يجهلك اول ما واجهت سعد يا ناس اول ما نزلت اسلم عليه ضمني وانا اول لقاء توي فتح باب السياره ونزلت ضمني كنت اسولف انا وياه ونضحك وخشيت قلبي من اوسع ابواب يا حبيبي تمام اسلمك ان شاء الله ثانيا كاعلام ضميتني كاعلام فانت من الاشخاص اللي اتعلم منهم يا حبيبي يا اصيل الله يسلمك ان شاء الله ثانيا انا ابغى اسالك سؤال لبيه انا قلت ثالثا شكلي كثرت كلام لا عادي ثالثا خذ لها رابعا خامسا يا ناس كذا يحرجك ويتكلم ويقول اسلم يقول سعد حبيب قلبي اقرب شخصيه لك في الاعلام وتحس انها ساندك في الاعلام من الله سؤال مقدمي شكرا سؤال ما اقول لك اللي خلف الكواليس عبالي ظهري يعني إنسان معين تطق اسمه وتقولي والله هذا الإنسان ساندني في يوم ما ما أقولك الشخص الشيء اللي ساندك فيه لا بس تقول ساندني في الإعلام لو بنسبة 30-40% سلام في شخص جاء في بالي الآن إيوه هو هذا اللي هو هذا ها إيه؟ اللي هو إبراهيم الدوسري تعرفون إبراهيم الدوسري ونعم معروف إيه طبعا هذا من الأشخاص اللي أقدرهم أنا أعرفهم من زمان يعني من زمان الله حتى كنت أعرف إبراهيم الدوسري من بداية ما دخل مو بداية ما دخل السوشيال ميديا هو من زمان في السوشيال ميديا فتعرفت عليه في البداية فهمتوا علي وأنا كنت ماني داخل في السوشيال ميديا صارت بيني وبينه مواقف سمع صوتي أنا في ذيك الأوقات كنت أحب الأشخاص اللي إذا رحت لهم سواء مشاهير أو إعلاميين أو صاحبين شأن في الإعلام بشكل عام أنبسط للشخص اللي إذا رحت له يقدر الموهبة اللي عندي يا سلام فهمت علي لان هذا واجب ترى على كل اعلامي وفعلا انه انت تقدر موهبه الشخص اللي قدامك بعض الناس وانا عشت هذه التجربه كنت انا اروح للمشاهير مو بني اروح لهم كني اذب نفسي عليهم لا يعني اجيهم بالموهبه اللي عندي انا عندي شيء لكني انا احتاج شخص يعزز لي حاولت اني يعني امشي فتره طويله بس انه ما في احد قاعد يدعم الناس كلها تبغى تدعم نفسها كلن يقول نفسي نفسي حتى في اشخاص كنت اسوي عمل انزل العمل مشاهدات العمل كانت تجي 10-15 أسبوع أسبوعين تخيلوا 10 بس 10 أشخاص 10 أشخاص 1-2-3-4-5 10 مو بعشر آلاف لا فهمتوا فكنت أروح لهم أقول اسمع العمل هذا إذا أعجبك يعني حتى كنت ذوق فهمتوا أقول إذا أعجبك العمل نزله إذا ما جاز لك ما هو على جو لا تنزله يقرأ الرسالة ولا يفتحها يوف يا اخي غلط يخاف انك تاخذ نصيبه يعني اي مو يخاف انك تاخذ نصيبه انا في وجهه نظري اللي عاملني بالمنطق هذا احس ان تحس ان في حسد حسد هذا حسد رغم ان الشخص الاعلامي هذا يتوقع اني انا اللي حاسده هو ضعيف اني جاي اقول له انشر لي او سوي لي كذا فهمتوا علي فواجب على كل اعلامي انه يدعم اي شخص يستاهل هذه النقطه يا سعد فهمت علي ما في ناس قريبين منك تحصل معهم هذه المواقف ابراهيم الدوسري انا اول ما تواجهت معه من قبل لا اتواجه معه نزل مقطعي عنده ذيك الايام في السناب وحط حسابي يعني انا للامانه لما ما كنت في هذه المكانه الى الان ما انسى الشعور اللي جاني يوم ابراهيم نزل مقطعي في السناب وحط سنابي جبر خاطر شوف والله العظيم يا جماعه السناب عندي جت اضافات انبسطت جتني فرحه ما يعلم فيها الا الله
والناس الكويسة والإعلام الناجح لما يدعم شخص عنده محتوى صدقني ما راح ينسالك هذا الشيء أبدا. بعض الناس ممكن يقول سنابة وتاق. الآن أنت ذكرت الموقف كم سنة له الآن؟ لي تقريبا الحين يمكن 6 سنوات. شوف ست سنوات لأنه بدون طلب أثر فيك لأنك ما طلبت. بالضبط. طيب بالضبط هو شافني ودعمني وما قصر معي. فهمتوا علي؟ إيه والله عندي اللي حصل اللي قاعد يقوله سعد هو ما تكلم بعن الهواء يعني بس مو يتكلم عن أي إعلامي هو أنطبق الشيء هذا على سعد تمام معي أنا شخصيا يوم واجهت سعد هذاك اليوم كان عندي أحد الأعمال راح إيش كان عندي أحد الأعمال راح أنزلها في اليوتيوب بعدها يمكن بأسبوع بعد مواجهتي لسعد بأسبوع تمام من المفترض يعني لو إن إنسان يعني ما يبغى الشيء هذا لي كان بيقول الله يوفق إن شاء الله بإذن الله نرتفع مشاهدات لا بالعكس عذني يا سعد راح أتكلم يعني خذ راحتك سعد إيش قال لي قال عندك العمل قلت لي أنا ويا الحانة والله يا ثالثنا إن الله حلو فوق اللي شاهد على الكلام هذا قال سمعني إياه سمعته هي أثنى شكر أعطاني بعض الأشياء تعلمت منها بس لحظة خليك واقف عند الباب شوي خليك واقف ارفع يدينك هذا من جد الزاحف اللي ارفع يدينك فوق هذا اللي يخرج المقص وقت الحصة وين العصا حقت أحمد الحبشي هاي كويس أسلم بعد السؤال برجع لك بس سمعت العمل علمني على بعض الأشياء الإيجابية في العمل والسلبية حلو إيش سوى بعدها والله ما تكلمت معه ولا قلت له يا سعد وقف معه أجل ما في مشكلة ممكن توقف معه يعني عشان أتكلم أنا في العصا ما أدري عنك في واحد قاعد يتكلم مقدم هنا قاعد يتكلم ورع كل ما جيتك ورع أنا كب... لا هو هو أنا ورع لا أنا تقول عني ورع لا أنا ورع أنا سمعتك تقول ورع أي من يكسد أنا ورع درس شخصي استبعاد استبعاد والله أربعة نفسك ما هو بنت هذا ورع كل ما جانا كبني لا تقول ورع يوم التفت عليك قلت هذا الورع أعرف حركاتك من أيام البرنامج أنت كذا عرفت اللي تعطيها والله أضحك معكم وأنتم مشاغبين يعني الله العظيم أسلم إيش قال لي سعد لا سمعني العمل سمعت العمل وأعطاني السلبيات والإيجابات الإيجابيات فيه تعلمت من السلبيات اللي أعطاني إياها كنت أنا ويا الحالنا والله يا شباب والله شوف ما طلب مني حلف ناداني بعد ما خلصنا العشاء يمكن حتى يمكن قد نسي ناداني بعد العشاء قال يلا أباك تقول لي أي أنشودة أو أي شيلة أو أي غنية حبيبة على قلبك شلها شليتها أنا عادي صورني في سنابه والله الذي أنزل القرآن على محمد ما طلبته أنه ينزل حسابي شوف أول مرة بقولها في وجهه نزل حسابي ومشيت تمام كان عندي أنا عندي جمهور من أيام القناة زادوا تمام ارتفعت عندي نسبة مشاهدة ونسبة الاشتراكات أقسم بجلال الله أني حسيت بفرحة جواتي إلى يومك هذا أنا جالس أحسها حتى يوم مشى وكان بقي له يوم واحد اليوم الثاني كان بيمشي جاء ظرف اقسم بجلاله اني حزنت عليه يا حبيبي يوم مشى فاقول لك شكرا من اعماق قلبي هذا من طيبك والله وانت انسان عسل يا حبيبي ويا حظ اللي يحبونك الله يسلمك ان شاء الله بس طبعا هذه الكلام هذا انا ما احب ارد عليه فهمت علي بس انت تكلمت اي والله بس ان له وقع على قلبي كبير والله الله يسلمك انا ودي نفك من جو الله يسعد كيف عاد قلبي الله يسعد ودي نفك من الجو هذا ممكن